السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زاير تيوب. اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق أمال الشعب الفلسطيني. أؤكد أن الجزائر ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى في ظل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة. هون 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 عمار هون جنبي جنبي جنبي. الدبلوماسية الجزائرية ضربت المطبعين بصفعة قوية وعلمتهم كيفاش تكون الرجولة والفحولية، كيفاش العرب والمسلمين وشعوب العالم لازم يديروا النيف ويرفضوا الاحتلال وما يخافوش وما يتنازلوش على حقوقهم. المخزن والإمارات كي شافوا ابن الجزائر الحر والفحل عمار بن جامع يخطب في مجلس الأمن بعد التصويت على القرار، عرفوا باللي مشروع التطبيع تاعهم انتهى، مستحيل يستمر ما دام الجزائر واقفة وتدافع على حقوق الشعب الفلسطيني. وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي. الخطاب اللي ألقاه عمار بن جامع عاد القضية الفلسطينية إلى طريقها الصحيح. لازم العرب يتحدوا ويوقفوا في وجه ظلم جيش الاحتلال ويرفضوا وش راه يدير في خاوتنا الفلسطينيين، ما يخافوا لا من أمريكا ولا من الكيان الصهيوني. الجزائر ما تخلعها حتى دولة في العالم، وما تستعرفش بالاحتلال، وما تهبطش النيف للاستعمار، وما تهرولش للتطبيع. الجزائر ما تحملش الذل. تعلموا الرجولة من أبناء الجزائر يا خونة الأوطان، يا عملاء الصهاينة. تعلموا الدبلوماسية اللي تجيب الحقوق مش سياسة الذل تاعكم اللي ضيعت فلسطين والقدس والمسجد الأقصى. الجزائر راهي تقولكم التطبيع مع الصهاينة النهاية تاعو توصل شعوبكم للمحال، راح تبيعوا بلادكم وتبقاوا تطلبوا يستعمروكم الصهاينة ويطردوكم. الجزائر حرة وما تقبلش تشوف فلسطين باقية تحت الاحتلال. تحية الجزائر، سلام. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.